السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم اصدقائي وتحية، وشلونكم ان شاء الله؟ زينين، وتحياتي لكم. اليوم اغنية لكتب عوراء الشجر لامير الطرب العربي فريد الاطرش، وندخل بها دايركت مباشرة حتى نعرف أسرارها وطريقتها. أتمنى من عندكم دائما تشتركون في جميع الفيديوهات الموجودة على قناتي، أتمنى مشاركتها مع أصدقائكم حتى يشتركون بهذه القناة، وحتى بالفيسبوك مسموح لكم أنه تشتركون، في أو الإنستغرام مسموح لكم أنه تأخذون الفيديوهات وتشتركون بها، وشكرا لكم. راح ندخل بس مقدمة، المقدمة فقط اللي هي صير ري سي لا لا سي دو سي لا. إذن ري سي، نأخذ السي بالإصبع الثالث لأنه بيمول. ري سي لا لا سي دو سي لا ري لا ري لا صول صول لا سي لا صول. هذا المقطع الأول، هذا المقطع الأول. إذن ري صاد، نبدي ري مي ري دو. الآن هسه بالنوت راح تلاحظوها أمامكم، راح تلاحظوها أمامكم البداية، بداية الغناء. ري مي ري دو ري مي فا 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 مي ري مي فا صال. أعيدها مرة ثانية. ري مي ري دو ري مي فا. إذن ري مي ري دو ري مي فا 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 مي صال. ري 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 سي سي لا 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 صال صال فا فا صال لا لا صال 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 فا فا مي فا صال مي ري مي فا صال راح أعطيكم صوت. تعليمي لكم بطيء، وهي تنعزف
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.